زين انت حق رزيه الخميس. عفوا من جنابك؟ اسمك؟ اسمك لطفا. فيصل. فيصل من البحرين. انت سني صح ولا لا؟ لا انا شيعي امام 12. انت شيعي 12 وتنكر الامام المهدي صح؟ اي طبعا. زين انت تقلد المراجع يعني عندك مرجع تقلده؟ لا انا ما شنو اي مرجع يعني. اوكي معاويه بن ابي سفيان تترضى عنه؟ اي رضي الله عنه مسلم. زين يزيد بن معاويه شو حكمه عندك؟ وشو اللي سوى شو اللي يزيد يعني على اساس ما ترضى عنه؟ يعني تترضى عن يزيد؟ ايه تترضى عن قل امام الجميع يزيد رضي الله عنه. يزيد رضي الله عنه له صح له وايش فيها يعني؟ لا لا قل يزيد شو؟ يزيد رضي الله عنه وارضاه وايش فيها يعني؟ وايش فيها؟ يعني انت تقول يزيد رضي الله عنه وارضاه وانت شيعي. شنو سوى يزيد يعني؟ شنو سوى يزيد يعني؟ لما ترضى عنه شنو سوى يزيد؟ لا انت شيعي بس اسمح لي انت شيعي وتقول يزيد رضي الله عنه صحيح؟ اي شنو سوى يزيد؟ انا اسالك شنو سوى يزيد؟ يزيد اباح مدينة رسول الله صلى الله عليه واله. زين بسبب من السبب المسؤول هو اباح المدينه هو المسؤول. ليش 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 شنو السبب يعني اللي خليه يبيح المدينه؟ معاويه بن ابي سفيان نصب يزيد بن معاويه عليهم وهو اباح المدينه فانت تترضى عن قاتل الصحابه. زين ليش الحسين والحسن ما خرجوا على معاويه؟ الحسن والحسين خرجوا على معاوية والإمام علي خرج على معاوية. الحسين الحسن والحسين اسمح لي اسمح لي انت سألتني الإمام علي عليه السلام اسمح لي الإمام علي حارب معاوية أو لا؟ لا أنا أتكلم لك عن الحسن والحسين ليش ما خرجوا على معاوية؟ اسمح لي الإمام علي حارب معاوية أو لا؟ شنو؟ الإمام علي حارب معاوية أو لا؟ الامام العلي حارب معاويه؟ ايه يعني وش يصير يعني الامام العلي حارب معاويه؟ يعني انت يعني؟ انت تقف مع علي ام مع معاويه؟ لا اكيد مع معاويه. تقف مع معاويه ضد علي بن ابي طالب؟ طبعا شيء طبيعي. وانت شيعي؟ ولا شيعي. هذا نموذج امامكم يقف مع معاوية ويحارب علي بن أبي طالب ثم يدعي أنه شيعي. ابتلينا حقيقة بهؤلاء، ابتلينا وهذا البرنامج ابتلي بهؤلاء القوم، ماذا نفعل لهم؟ طيب